السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. إحنا اليوم موجودين في مدينة جدة مع جيكو. مين هي جيكو؟ جيكو ومادو شركات سيارات تتبع للشركة الرئيسية اللي هي شركة شيري. موجودين اليوم في السعودية بس موجودين بشكل مختلف. بدأوا يبحثون عن المشاكل الموجودة في سوق السيارات في السعودية ويبغوا يحلوها قبل حتى ما يبدأوا البيع في المملكة العربية السعودية. فلقوا واحدة من أكبر المشاكل أنه في وكيل رسمي أو موزع حصري وحيد ما يقدر يغطي المملكة العربية السعودية بمساحاتها الشاسعة، وقاعدة تنزل السيارات في المعارض وقاعدة تنباع بطرق مختلفة. جيكو قال لك لا، إحنا بنجي بنفسنا من الصين، المصنع نفسه بيجي من الصين وبيكون موجود داخل السوق السعودي وبيختار موزعين بعناية في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية بحيث أنه ما يكون في موزع حصري. وتخيلوا أنه عندهم خطة وبدأوها بأكثر من 40 موزع وبيوصلون في خطتهم عام 2028 إلى أكثر من 70 موزع في المملكة العربية السعودية. مشاكل كثيرة قاعدين يحلونها قبل ما يبدأون. كيف؟ مشاكل الصيانة. فتحوا 3 مراكز تدريب معتمدة في المملكة العربية السعودية عشان يدربون الفنيين على صيانة سياراتهم. قطع الغيار، فتحوا مستودعات مركزية ضخمة بحيث أنها تضمن أنها توصل القطع للعميل وين ما كان داخل المملكة العربية السعودية ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة في أقصى الظروف. وحسب كلامهم 95% أصلاً من قطع الغيار راح تكون متوفرة من الأساس في مستودعاتهم. إحنا اليوم بنجرب معاهم سيارتهم الجي 7 واللي استفادوا فيها من خبرتهم الطويلة جداً في العمل مع لاند روفر وجاكور. كثير من سيارات لاند روفر وجاكور طالعة أصلاً من نفس المصنع، فقال لك إحنا جبنا أفضل نظام دفع رباعي مستمر AWD من اللاند روفر وحطيناه في السيارة أو طورناه أكثر حتى أنه قد ينافس ويتخطى قدرات سيارة الرينج روفر الإيفوك تحديداً. وبنفس الوقت الجير بوكس، عندهم جير بوكس دي سي تي من 7 سرعات هو نفسه الجير دي سي تي اللي موجود في سيارة مرسيدس بنز، وأعتقد كثير من المتابعين يتذكرونها، جربتها لكم في عقبة الصمة. فقاعدين يأخذون أحدث التقنيات من الشركاء اللي اشتغلوا معاهم سابقا ويطورونها وتشوفونها في سيارات جيكو. بنخليكم معنا كده في تجربة سريعة للسيارة. يعني السيارة بمحرك 4 سلندر 1.6 يعطي 194 حصان و 290 نيوتن متر بنظام دفع رباعي مستمر توربو بالطبع، والجير بوكس دي سي تي من 7 سرعات. خلينا نشوف في الطين ايش ممكن تسوي. تجارب خفيفة للسيارة. طبعا السيارة ما نقول انها مخصصة للطرق الوعرة، ولكن شوفوا قاعدة يعني تأدي اداء ممتاز جدا في الطين، فتقدر تستمتع فيها طلعة رمل على البحر مع عائلتك. راح تشوف سيارة ان شاء الله تعطيك اداء جدا ممتاز. نبغى واحد يسوق بهدوء شوية يا جماعة، ما نبغى واحد يجي طاير. ايوه زي كذا زي كذا زي كذا وينزل، نبغى نشوف فنيات. اما تجي طاير من هناك ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي يقولون عنه معلم. ايوه كذا يا جماعة. بالنسبة للالوان يا جماعة ودي والله اقول لكم انه السيارة تتوفر ب5 الوان، بس ماني عارف كيف اوريكم اللون مع التجربة في الطين، ولكن السيارة تتوفر ب5 ألوان خارجية وبلون وحيد بالنسبة للداخلية على جميع الألوان الخارجية. طيب يا جماعة، طبعا أنوار السيارة بالكامل من الليد. السيارة فيها رادار أمامي، فبالتالي فيها مثبت سرعة تفاعلي، وأيضا فيها حساسات أمامية وحساسات خلفية، وفيها كمان النقاط العمياء، وفيها كاميرات 540 درجة بحيث أنك تشوف كامل المناطق اللي بجوانب وخلف وامام السياره، وايضا السياره من الاسفل عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي موجود فيها. ابواب السياره عباره عن هاندل يظهر بشكل اوتوماتيكي اول ما تفتح السياره، وخلينا نوريكم السياره من الداخل. تصميم السياره مثل ما تشوفوه كلاسيكي على عصري، الاثنين معا سووا بينها دمج جدا جميل. جلد صناعي، بلاستيك، شويه الوان سيلفر على بيج على رصاصي. هنا الكنترول زي ما تعودنا عليه في معظم السيارات، طي المرايا، كيف نفتح الابواب، التحكم ايضا بالمرايا والنوافذ اوتوماتيكي بالكامل بالنسبه لل4 نوافذ. السياره من الداخل فيها شاشتين، الشاشه الاولى بحجم تقريبا 10
1.25 اللي هي شاشة العدادات، وفي عندنا الشاشة الثانية حجمها 14. السيارة فيها طبعا فتحة سقف بانورامية وتفتح بالكامل، تقدر تستمتع فيها. مقاعد السيارة من الجلد، دمج الألوان جدا رائع، وزي ما ذكرت يعطينا مظهر كلاسيكي جميل. جيربوكس السيارة دي سي تي اوتوماتيكي من 7 سرعات بعصا تعشيق إلكترونية، ولكن تعطيك شعور التعشيق اليدوي. البارك بكبسة زر. السيارة تتوفر بأوضاع القيادة 7 أوضاع للقيادة. النظام الصوتي الموجود في السيارة من سوني، وطبعا الشاشة تحتوي على أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. قاعد السيارة بتحكم كهربائي للأمام وللخلف، وأيضا لنفخ وسادة الظهر، كله عن طريق التحكم الموجود في مقعد السائق. خلينا ناخذ وضعية الجلوس في الخلف ونشوف كيف السيارة. السيارة طبعا جاية بصفين من المقاعد. التكييف موجود أيضا في الخلف، الشواحن موجودة، حاملات للأكواب موجودة في الأبواب، وأيضا موجودة على التكاية الوسطية. تثبيت مقاعد الأطفال أيضا متوفر في السيارة. وخلينا نشوف ختاما مساحة الشنطة كيف راح تكون مع سيارة بهذا الحجم. طبعا الإرباقات أيضا موجودة، كل مواصفات السلامة والأمان موجودة في السيارة. خلينا نشوف مساحة التخزين في الشنطة الخلفية. هنا مساحة التخزين في الشنطة، وفي عندنا كمان أدراج للتخزين في الجوانب يسار ويمين. كمان هنا تقدر تغطي فيها إذا في عندك أي أغراض موجودة تبغى تخفيها ما حد يشوفها. وبنفس الوقت جاي عندنا هنا ثقالات للتحميل، كل واحدة تاخذ 3 كيلو تقريبا، تقدر تعلق فيها إلى 3 كيلو. جاي عندنا واحد في اليمين واحد في اليسار، وفي كمان منفذ لل 12 فولت موجود. وبالطبع تقدر تطوي مقاعد الصف الثاني عشان تحصل على مساحة تخزين إضافية في حال أنك حبيت تحمل في السيارة أغراض أكثر. خلينا نوريكم لفة أخيرة على شكل السيارة مظهرها الخارجي. زي ما انتم شايفين ليد متصل، انوار ضباب، اكزوست على الجهتين، ولكنه فقط كمنظر وليس اكزوست حقيقي. الاكزوست جاي فقط في جهة واحدة. هذه كانت لفة سريعة لجايكو او جيكو جي 7. واتمنى انكم استمتعتوا معنا بالتجربة، وان شاء الله لنا تجارب تفصيلية جاية كثيرة لهذه السيارة. مناسبة يا جماعة، جيكو ومودا عندهم 7 سيارات، لكن اليوم كانت تجربتنا فقط للجي 7. 7 سيارات في 2024، وفي 2025 راح يضيفوا كمان 4 سيارات، واحدة منها راح تكون سيارة كهربائية. كنت أتمنى أطلع لكم تجربة تفصيلية أكثر وأكثر، بس أوعدكم إن شاء الله المرات الجاية تكون معنا السيارة على انفراد ونطلع لكم تجربة أكثر تفصيلا. ما شاء الله الإعلاميين اللي قاعدين يجربون السيارات كثير، فيمكن ما لحقنا على كل التفاصيل. كل الشكر لكم على المتابعة، وغالبا حقول لكم اتذكروا كلامي، جيكو حتغير المفهوم عن سوق السيارات الصينية في المملكة، لأنها بدت من الآخر، بدت تحل مشاكل قبل ما تبدأ البيع. شكرا لكم.